روز بدي اسوي معاكي تحدي. طيب بدي اياكي تشيلي اني انت المي بدون ما تلمسيها ابدا وبتاخذي 100 ريال. كيف؟ ما بعرف ماما. انت جربي وحاولي. تحديات صعبه. يلا فكري بالموضوع. هيك باخذ 100 ريال اذا شلت اني انت المي بس بدون ما تلمسيها ابدا بايدك. شو عم بتسوي؟ هيك. لا 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 بدون استخدام اي شيء. لحظه نحطها مزبوط. لازم ايدك بس تستخدمي ايدك وبدون ما تلمسي انين المي. عندي فكره. شو هي؟ مو بلمس. تعني شو عم بتسوي روز؟ ايوه جبتها. والله طلعت ذكيه. برافو عليك. شو اسمه؟ يلا تعالي نروح مكان عشان بدي اصرفهم على طول. والله؟ رح اسوي لك تحدي ثاني بعد شوي، اوكي؟